افتتاح قمة كوبنهاجن للمناخ، والدولة المضيفة تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الاحتباس الحراري. أهلا بكم من جديد. بحضور وفود من 192 دولة افتتحت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن قمة المناخ التي تستمر حتى 18 من الشهر الجاري، وتهدف للتوصل إلى معاهدة لمكافحة الاحتباس الحراري لتحل محل اتفاقية كيوتو. وقال رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكي راسموسن في كلمته الافتتاحية أن التوصل لمثل هذا الاتفاق أمر ممكن، ويتركز الاتفاق على تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تصدرها الدول الغنية بحلول عام 2020، وجمع مليارات الدولارات من المساعدات للدول الفقيرة. ومعنا من كوبنهاجن مفد العربية طلال الحاج. طلال، يبدو أن بكاء الدب القطبي سيطول ولن يكون الوحيد ضمن هذه الخلافات. في واقع الأمر هناك خلافات كبيرة في هذا المؤتمر. المجموعة الأفريقية الآن علقت مشاركتها في جميع لجان العمل. كما تعرفين هناك لجان عمل تتعلق بنسب الخفض للكربون وبنسب مثلا المنح التي تعطى للدول النامية والفقيرة حتى تساعدها على مواجهة التحديات المناخية. هذه الدول الآن ومعها الدول النامية والدول العربية مجموعة 77 اسما تحتوي على 132 دولة، جميعها موقفها واحد. وكان هناك مؤتمر يجب أن يعقد قبل ساعة من الآن ولكن أجل ولا نعرف إلى متى. هناك خلاف كبير بين الدول الصناعية والدول النامية والأفريقية من جهة أخرى. الدول الصناعية تقول أنها تريد أن تلتزم الدول النامية أيضا بنسب وبخفض لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو كما تفعل هي، ولكن هذه الدول تحتاج إلى التطوير والمشاريع التنموية لخدمة أهاليها، ولذلك هي تناشد الآن وتقول تعلمنا من الدروس الماضية. فمثلا في ماليزيا 50% من الأراضي الزراعية محفوظة ولا يمكن مسها، ولكنها في حاجة إلى التنمية كما فعلت الدول الصناعية لكي تصبح صناعية. هناك خلاف حول ذلك، هناك خلاف حول حجم الأموال التي تمنحها هذه الدول الصناعية. هناك 10 مليارات مخصصة الآن ومتفق عليها، ولكن الدول الأفريقية مثلا تنادي بعشرات أكثر، يمكن 70-80 مليار دولار لسد حاجتها لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها. هناك اتفاقية كيوتو التي مثلا الولايات المتحدة لم توقع عليها، وجميع الجميع يريد أن ينهي كيوتو ويبدأ من الآن باتفاق غير ملزم وسياسي، كما سنعرف أنه سوم الجمعة لن يكون هناك اتفاق ملزم قانونيا. الدول النامية لديها مشاكل كثيرة. نعم. طلال، الغريب يعني الغريب مع كل هذه التحذيرات وكأن الدنيا ستقوم وتقعد من الاحتباس الحراري، أن يسمح لهذه الخلافات بأن تتسلل بسبب إن كانت تمويل أو نسبة خفض هذه الدول لإنتاجها لمساهمتها في الاحتباس الحراري. نعم، ولذلك ترين هنا مظاهرات كبيرة من الشباب. اليوم كان هناك مظاهرات من الشباب خارج وداخل قاعة المؤتمرات، في الحقيقة الأمر يتهمون السياسيين بأنهم يقتلونهم ويقتلون أطفالهم إلى هذا الحد. أعتقد أن لابد لهم التوصل إلى اتفاق وإن كان سياسي وليس ملزما قانونيا، وربما كان هذا سيتم بوصول رؤساء الدول. أعتقد أن التوصل يحتاج إلى انفراج كبير وتحول في المواقف لا يمكن التوصل إليه الآن إلا ربما بوصول القادة في 15 و16 و17، حيث يتوصل الاتفاق في 18. كما تعرفين باراك أوباما سيقدم إلى هنا، ولكن هناك تشاؤم الآن من احتمال توصل الاتفاق ملزم وإن كان سياسي. سوف نتابع هذا الموضوع على كل. مفد العربية إلى كوبنهاجن طلال الحاج. سجل مؤتمر المناخ خلافات واضحة بين الدول النامية والغنية. الدول النامية انسحبت لفترة من الاجتماع لكنها عادت بعد الحصول على تأكيدات بأن المؤتمر سيولي مزيدا من التركيز لتمديد العمل ببروتوكول كيوتو. على
علقت الدول الأفريقية مدعومة بعدد كبير من الدول النامية مشاركتها في اجتماعات لجان الأعمال في قمة كوبنهاجن، متهمين الغرب بمحاولة قتل معاهدة كيوتو التي أبرمت عام 97. بروتوكولات كيوتو تلزم الدول الصناعية الموقعة بخفض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5% بحلول عام 2012. I think this is not just an African concern. I think that the vast majority of countries here want to see a continuation of the Kyoto Protocol. الولايات المتحدة لم توقع أبدا على كيوتو في الوقت الذي يضع فيه العلماء عليها بالمسؤولية عن تلويث الجو بثاني أكسيد الكربون وبنسبة عالية تفوق 30% مقارنة بدول العالم الأخرى. Well, I don't think the United States is particularly interested in Kyoto. At least I haven't seen them sign up or want to ratify it. I also don't think that the United States is against a legally binding treaty under the convention. What is a major concern to the United States is to ensure that major developing countries also take tangible and measurable action to limit the growth of their emissions. المؤتمر شهد في بداية أسبوع الثاني مظاهرات خارج قاعته وداخلها، بينما اتسمت مظاهرات اليوم بمشاركة عدد كبير من الشباب فيها. حنموت بعد 10 سنين أو 20 سنة إذا إنا ما عملوا شيء منيح. هول السياسيين ما حيكونوا هناك بعد 30 سنة، ما حيكونوا هناك بعد 50 سنة، أنا حكون هناك، أولادي حيكونوا هناك. ليه ما عم يطالبوا بحقوقي ولا السياسيين؟ أنا انتخبت السياسيين، ليه ما عم يطالبوا بحقوقنا؟ جميع الدلائل الأولية تشير حتى الآن إلى أن الاتفاق على وثيقة وإن كانت سياسية وغير ملزمة قانونيا بحلول الجمعة القادمة ما زال أمرا بعيد المنال ما لم يقع تحول كبير في المواقف، وخاصة فيما يتعلق بحجم مساعدات الدول الصناعية للدول المهددة بالتغيرات المناخية وبنسب خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وبالإبقاء على معاهدة كيوتو حية ترزق دون وأديها هنا في كوبنهاجن، وهو ما تريده الدول الصناعية. من قاعة مؤتمرات بلا سنتر، طلال الحاج، العربية، كوبنهاجن.